السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نص وظيفي جديد من كراسة مرشدي في اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. النص الوظيفي بعنوان شامة والبالون الطائر، صفحة 80 81 82 83. لن أقوم بقراءة النص لأن هناك الكثير من الأنشطة، وأيضا لكي لا يأتي الفيديو أطول من اللازم. إذا ألاحظ، نبدأ على بركة الله. نحاول نوضح ماذا وقع للفتاة من خلال الرسوم. ماذا وقع للفتاة؟ كما كتلاحظوا الفتاة كتجري، تقطع لها الخيط، قطع خيط البالون، تجري في الحقول، قطع خيط البالون وبدأت تجري وراءه أو تجري خلفه. كما كتلاحظوا البالون في السماء وهي تجري خلفه. إذا ألاحظ من خلال الرسم يتبين أن الفتاة قد فقدت بالونها. نستطيع أن نقول قد انقطع خيط البالون، ومن خلال الرسم أن نلاحظ أنها تتبعه من أجل الإمساك به، من أجل الإمساك به، وكما قلت لكم في الحقول. أكمل العنوان بما يناسب. شامة والبالون الطائر في السماء. شامة والبالون الطائر يلعبان. شامة والبالون الطائر يتسابقان. شامة والبالون الطائر في المراعي أو في الحقول. شامة والبالون الطائر في السماء. شامة والبالون الطائر يجريان. شامة والبالون الطائر يلعبان. شامة والبالون الطائر يتسابقان. شامة والبالون الطائر في الحقول. ننتقل إلى معجمي. أقرأ الكلمات الموجودة في اللوحة وأركب كل كلمة في جملة. أخي لك لم. أخي يلعب أخي بدراجته. يلعب أخي بدراجته. لك أتمنى لك صحة جيدة. أتمنى لك صحة جيدة. لم ينم أخي الصغير جيدا. لم ينم أخي الصغير جيدا. هذه هي الجمل. يلعب أخي بدراجته. يلعب أخي بدراجته. أتمنى لك صحة جيدة. بالنسبة لكلمة لك، أتمنى لك صحة جيدة. لم ينم أخي الصغير جيدا. لم ينم أخي الصغير جيدا. أتم خريطة الكلمة. فرح. فرح نوع الكلمة اسم، مرادفها سعادة. سعادة ضدها حزن. ضد الفرح والسعادة الحزن. الجملة. فرحة أبي بنجاحي. فرحة أبي بنجاحي. المرادف سعادة، الضد حزن. الجملة فرح أبي بنجاحي. أصل بخط بين الكلمة وضدها. أصل بخط بين الكلمة وضدها. لاح. لاح. أعلى. حزينة. أم اختفى. ضد لاح اختفى.
أسفل أعلى، أسفل أعلى. فرحة كما عرفنا هنا أن الفرح ضد الحزن، إذن فرحة حزينة. أقرأ الكلمات التي تنتهي بمقاطع متشابهة، إذن عندي نعاج، صاح، ليمون، دجاج، زيتون، لاح. إذن أنا سوف أقوم بتحديدها بواسطة لون مختلف. إذن نعاج، دجاج، نعاج، 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 دجاج. هما هنا طلبوا منا غير القراءة ديالها، ولكن باش نحدد لكم الكلمات اللي كتشابه في المقاطع، كل كلمتين متشابهتين في المقاطع سأقوم بتلوينهما بلون واحد. إذن دجاج، نعاج، صاح، صاح، لاح. صاح، لاح، ليمون، زيتون، ليمون، زيتون. ننتقل للصفحة الموالية. أفهم، أحدد الجواب المناسب. تلعب شامة في الصباح، الليل، المساء. من خلال النص كما كتلاحظوا معي هنا، أطل الصباح ونوره في الحقول لاح، والديك صاح، حي على الفلاح، خرجت شامة تلعب. إذن شامة تلعب، سأضع فقط علامة، في الصباح، في الصباح. طار، طار البالون فوق القرية، النهر، الجبل. طار البالون كما كنلاحظوا طار فوق القرية، لأن كانت كتلعب شامة قرب القرية. إذن طار البالون فوق القرية. أشطب ما لم يذكره البالون، إذن في النص ذكر البالون الحقول، المرعى، المزارع، العنب، ولكن البالون لم يذكر الأبقار، ذكر الدواجن والنعاج، ولم يذكر الجمال، ذكر الليمون والرمان والزيتون والدجاجة. إذن ما هي الأشياء التي لم يذكرها البالون في النص كما كتلاحظوا؟ نرجعوا للفقرة عندنا، أرى حقولا ومراعيا ومزارعا وراعيا وقطعان وقطعان معز ونعاج وأسراب بط ودجاج، وأرى شجر الرمان والليمون ودالية عنب وأشجار الزيتون. إذن ما لم يذكره البالون هو الأبقار و
والجمال، لم يذكر الأبقار والجمال. وكل المفردات الأخرى قام البالون بذكرها. إذا لو كان لي جناحان وطرت مثل البالون في سماء البادية ماذا سأرى؟ لو كان لي جناحان وطرت مثل البالون سأرى الحقول والروابي الجميلة والفلاحين والفلاحات وخرفانا وماعزا وأشجار أشجار البرقوق والمشمشة، وأرى أيضا جبالا وأنهارا. إذا لو كان لي جناحان وطرت مثل البالون سأرى الحقول والروابي، سأرى الحقول والروابي الجميلة والفلاحين والفلاحات وخرفانا وماعزا وأشجار البرقوق والمشمش، وأرى أيضا جبالا وأنهارا. استثمر أركب جملا كما في المثال. كيف تجري شامة؟ كيف تجري شامة؟ تجري شامة فرحة. إذن كيف تمشي سعاد؟ تمشي سعاد مسرعة. تمشي سعاد مسرعة. كيف يبدو الجو؟ كيف يبدو الجو؟ دايما ملي كنسير الجملة كندير نقطة. إذا كان عندي علامة استفهام ما ديرش دير علامة استفهام، إذا ما كانش كندير علامة استفهام أمام التساؤل. هذا راه تساؤل وهذه أداة استفهام. كيف يبدو جو؟ يبدو الجو جو صح ون. يبدو الجو صحوا. إذا أعيد، كيف تمشي سعاد؟ تمشي سعاد مسرعة. كيف يبدو الجو؟ يبدو الجو صحوا. تريبي ما فهمتش أنا شنو وقع ليها للأسف، كنعتذر إذا كنت صبر شوية كيتزعزع، ولكن راه دايرة جهدي أنه يكون ثابت. أشير مسترشدا أو مسترشدة بالمثال. هذا بالونك، هذه كرتك. هذا يدل على المذكر، هذا يدل على المذكر، وهذه تدل على المؤنث، هذه تدل على المؤنث. إذا سوف نقوم بإشارة، هذه أسماء إشارة. ذاك ذاك مثلا مقعدك، مقعدك مقعدك هذه هذه تشير إلى المؤنث. هذه مثلا لوحتها، لوحتها. ذاك ذاك مثلا معلمه، معلمه أو نقول قلمه، معلمه نستطيع أن نقول قلمه. إذا ذاك مقعدك، هذه لوحتها، أسماء الإشارة. ذاك معلمه. تلك تلك كي، إذا مؤنث. تلك حقيبتك، تلك حقيبتك، تلك حقيبتك.
هذه ساحتنا أو مدرستنا ساحتنا أو هذه مدرستنا. ننتقل للصفحة الموالية والأخيرة. كما كنعرفوا دائما نشاط الكتابة، الطفل يقوم بالكتابة، التلميذ يقوم بالكتابة مع احترام مقاييس الحروف. أكمل بالتاء. أنا عندي صعوبة دائما في الكتابة مع التصوير، فلذا أفضل عدم إنجاز هذا النشاط. أكمل بالتاء المربوطة أو التاء المبسوطة كما في المثال، كما في الأمثلة. إن شاء الله دابا نشارك معكم درس منفصل حول التاء المربوطة والتاء المبسوطة. إذا دجاجة إذا صغيرة عندي هنا فعل. زرع زرعت غرست تاء الفعل. غرست زرع زرعت غرس غرست. بنت بنات. أخت الجمع أخوات. أعيد. دجاجات صغيرات زرع زرعت غرس غرست. بنت بنات أخت أخوات. تابعي الكتاب أخطط للكتابة. أتذكر ما رأته شامة في نص شامة والبالون الطائر. إذا رأت شامة والبالون الطائر حقولا ومراعية ومزارعا وراعيا وقطعان معز ونعاج وأسراب بط ودجاج وشجر رمان وليمون ودالية عنب وأشجار زيتون وأشجار زيتون. هنا المتعلم والمتعلمة خصهم يتذكروا ما قاموا بقراءته في نص شامة والبالون الطائر، ويقوموا بتدوينه في مسودة أو على دفتر المنزل، في دفتر المنزل. إذا ننتقل السؤال الثاني في التعبير. أصف ما أراه في كل صورة. كما كتلاحظوا معايا في الصورة الأولى طفلان يتجولان في أحد أحياء المدينة. كما كتلاحظوا عندنا بيوت، أيضا موجودة بيوت ودكان بقال ودكان للحلاقة. في الصورة الثانية أيضا طفلان يتجولان في القرية أو في إحدى القرى، وهناك بيوت طينية وأشجار ودجاج كما كتلاحظوا معايا. إذا في الصورة الأولى أرى طفلان يتجولان في أحد أحياء المدينة، وهناك بيوت ودكان وبقال وحلاق. أما في الصورة الثانية أرى طفلان يتجولان في إحدى القرى، وهناك بيوت طينية وأشجار ودجاج إلى غيره. يعني كاع الملاحظات اللي كتشوفوا في الصورة يمكن لكم أنكم تدونوها. أكتبوا جملة تناسب كل صورة باستعمال من الصور باستعمال في المدينة يوجد أو توجد وفي القرية يوجد أو توجد. إذا هذا كله كنديرو في المسودات. في المدينة يوجد دكاكين وبنايات عالية أو شاهقة وطرقات معبدة ومدارس ومستشفيات. يمكن لكم تزيد ولكن مطلوب منا جملة. إذا بركة. أعيد. في المدينة يوجد دكاكين وبنايات عالية وطرقات معبدة ومدارس ومستشفيات. في القرية يوجد حقول ومراع وأنواع مختلفة من الأشجار وقطعان ماشية ودجاج. في القرية يوجد حقول ومراعي وأنواع مختلفة من الأشجار وقطعان ماشية ودجاج. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم.
أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.